الحمد لله الحمد لله لقد وصلنا إلى مرحلة النهائيات مع نيجيريا والسنغال وربما تونس، لقد قطعنا طريق طويل في تلك البطولة. الحمد لله بيسير اليوم، يوم سعيد، ربحنا أهلنا النصف النهائي، لكن احنا صعبنا المباراة اللي كنا قادرين نفوزوا بها بارتياحية 3 ولا 4، لكن هذه كرة القدم تضيع الفرص يسجلوا عليك، لكن الحمد لله اليوم اللاعبين ما قصروش، قعدنا مركزين حتى اخر مباراة. ضربة جزاء، ضربة الحظ، الحمد لله ربي كان معنا ووفقنا وفرحنا الجماهير سوانا. الحمد لله نعرف جمهور الجزائر يعرف قيمتي، يعرف كي ندخل الميدان نحط كل شيء، يعرفني بلي نحارب على الدراب، وهذا ان شاء الله المباراه الجايه ان شاء الله راح نفرحهم وراح نساعدهم بهدف العزيز ان شاء الله في النصف النهائي. اكيد نشكرهم اليوم بزاف لانهم تعبوا بزاف، ما رقدوش وما كلاوش. السخانه اليوم اللي كانت في الملعب كان الجو حار كثير، يعطيهم الصحه ان شاء الله المباراه الجايه ما نخيبوهمش ونوصلوا في لافينال ونفرحوهم بالبطوله ان شاء الله.